صراحة الاجوان حلوة قوي قوي يعني. لا يا راجل والله حلوة قوي بجد. خلوني ارحب بحضراتكم واجدد ترحيب بيكم في الجزء الثاني، وارحب بنجم مصر اللي مشرفنا ومنورنا كابتن جمال عبد الحميد. يا كابتن جمال اهلا وسهلا بك. اهلا بك. تيجي باجوانك الحلوة يا كابتن ابراهيم. لا كابتن إيه. لا عشان بس عينيك حلوة فبتقول الاهداف حلوة. اجوان حلوة بجد. انت عشان كام يا كابتن؟ 78 78 صح كده، في السبعينات؟ في من السبعينات ثمانينات تسعينات يعني. يعني ما شاء الله عظيم، عامل ايه توليفه حلوه. عمل اهلي اهلي زمالك مصر زمالك يعني عملها كويس قوي. فبشكره وبشكر اللي عمل التقرير اللي قرت التقرير برضو بشكرها، وبشكر كل القائمين اللي ورا اللي في الكنترول فوق. كل هو فوق ولا تحت الكنترول؟ بس عشان اعتبره تحت يعني. اعتبره بعيد. هو صحيح ولا فوق ولا تحت؟ اعتبره بعيد. طيب جاهز اسئله بتاعت النهارده؟ هو في اسئله ولا جايين نتكلم؟ لا احنا جايين نتكلم اهو النهارده، جايين نسال. اكيد مش تحت امرك. جاهز؟ جاهز. طيب خلينا نبتدي مع حضرتك من نادي الزمالك. رايك ايه في المستوى الفني؟ خلينا نبتدي من المنتخب وبعدين نرجع لنادي الزمالك. المنتخب في الاخر. في الاخر دايما احنا المنتخب ماشي. في الاخر وبنبتدي بالاقرب في الاخر. تحت امرك. ماشي. رايك ايه في مستوى نادي الزمالك في الفتره الاخيره؟ وهل مقتنع باداء نيبوشا كمدير فني للفريق ولا لا؟ لا طبعا. بص في حاجه مهمه جدا جدا لازم تعرفها. احنا مدربين وعارفين، بس للاسف انت كنت بتتكلم على السماسر اللي هيجيبوا الماتشات للمنتخب مصر، والراجل مستر كوبر قال ان عايز شرعي ودي حاجه جميله جدا من مستر كوبر. فبرضه لو المشيت شرعي بدون سماسره هيبقى نيبوشا اصلا مش 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 مكان نادي الزمالك. مش مكان نادي الزمالك ليه؟ نيبوشا كان بيدرب مع طارق يحيى فرقه اسمها في السعوديه، كان طارق يحيى ماسك فرقه في السعوديه هجر وبعدين جه نيبوشا بعديه وعمل نتائج وحشه وراح الاردن بعد كده لما هو عشان كسب هنا الاهلي وعمل الدوره كويسه جدا مع فرقه الفاصل اللي هي اصلا فرقه جميله جدا. فاحنا كمدربين عارفين. عارفين ايه بقى؟ عارفين ان انت كمدرب بعد اول تمرينه بتعرف مين اللي يلعب ومين اللي ما يلعبش ومين اللي يقعد. هو والله له 11 مباراه دلوقتي بيقول لك لسه اصل التشكيله لسه ما عرفتهاش. ودي بتضحك على دقون مين؟ الناس الجماهير ممكن تقول لك لسه ومعلش انما لا، المدرب من اول خمس دقايق يعني مثلا يقول لك ايه الفرقه دي ما شفناهاش. بعد خمس دقايق من الماتش تعرف الفرقه دي فيها ايه، فابتدي تحرك لعيبتك على الفرقه دي. امسك الظهير الايسر، خلي بالك الراس حربه طويل ما تلعبها، ما تخلوش يطلع عالي، الكورنر بتاعهم خطر بلاش كورنر، الاوت طويل بلاش اوت. ففي اول خمس دقايق ده بقاله 10 ماتشات بيقول لك انا معلش اعذروني علشان. وكل الخبراء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يقول لك ايه اصل برضه لسه جديد 10 ماتشات لسه جديد. يا راجل ده الواحد بيقعد ماتش واحد بيعرف الفرقه كلها في ثانيه. خليني اسال حضرتك سؤال سليم. فانا مش راضي عليه ليه؟ مجلس الاداره جاب له احسن لعيبه في مصر، لم له احسن لعيبه في مصر. وابتدى بالبدايه يكسب فعمل الروتيشن تغيير. ليه؟ اللي بتكسب بيلعب بيه. وبعد كده وقع، وبعدين رجع تاني ناس تكسب تاني، وبعدين وقع تاني. لا اللي احسن لعيبه عندنا في نادي الزمالك، احسن لعيبه في مصر طبعا بعد النادي الاهلي والاسماعيلي والفرقه كلها لعيبه كويسه، بس هو اتلم من احسن اللعيبه اللي في مصر صح؟ يعني عندنا ناس كويسه طبعا مش عارف يستغلهم لحد دلوقتي، مش عارف يستغلهم. انا بشوف كلهم مهارات. انما اللعب الجماعي فين؟ اللعب الجماعي فين يا طيب؟ مش لعب جماعي خالص، حتى الكورنر حتى الاوت حتى الفاول ما فيهوش. كابتن جمال معلش عايز اسالك سؤال في الجزئيه دي. ما هو نادي الزمالك السنه اللي فاتت احنا كاعلاميين كنا بنعيب عليه ان كل شويه عمال بيمشي مدير فني. انا بكلمك بصراحه، انا صريح جدا. وانا قلت لك مشيه، بقول لك مش راضي انه مش بيمشي. قلت لك مش راضي. مش راضي ان هو يمشي؟ لا انا بقول لك مش راضي عن ادائه. مش راضي عن ادائه. ما قلتلكش يمشي. طيب لا ما يعني انا جاي لك في كلام، ما انا جاي لك كان واتش ان حضرتك قلت. ما انا هقول لك حاجه بس. طب اديني كويس. اديني لا فرصة. لا بعد ما انا كده بقت لا تقربوا الصلاه. انا بقيت كلامي كده بقى لا تقربوا الصلاه. فخلينا اكمل. طب بعد ما خلينا اكمل بس. طب اكمل انا وبعدين انت كمل بعد اذنك. طب اتفضل. انا ضيف. انت ضيف. اتفضل. انت تسال بس. ماشي اتفضل. حاضر. على فكره عشان بحب ابراهيم بس فبها. لا يا كابتن بص عايز اقول لك حاجه. انا ما قلتش يمشي. احنا مثلا الموسم اللي فات طلعنا ايه؟ ثالث. فاحنا انا مستعد نطلع التاني السنه دي التالت، بس استقرار المدرب يقعد. ما احنا الموسم اللي فات غيرنا خمس مدربين طلعنا التالت. فانا مش راضي عن ادائه، بس جايز ادائه يتحسن جايز. فاستقرار ماشي.
انا مع الاستقرار. الجزئيه بقى صح صح مش انت قصدك كده؟ ماشي، ما هي دي بقى الجزئيه اللي بتكلم فيها، انه نادي الزمالك كنا دايما بنلوم عليه السنه اللي فاتت انه بيغير مدربين كتير. فانا عشان ما كنتش انا كمان انا كشخص بغير قناعاتي انا، وبقى انا كده راجل انا اسف يعني مستقصد نادي الزمالك انا كابراهيم بقى، لان انا بقول ايه يا جماعه استقروا شويه على المدربين. فلما يجي مجلس الاداره يستقر على المدير الفني اطلع انا اقول لهم ايه وانتوا سايبينه مكمل ليه؟ يبقى انا راجل كده مغرض يعني. صح صح، بس دي نقطه بس. وانت عمرك ما بتعمل كده، ما دي نقطه بس ولا للامانه يعني، وانت عايز توصل حاجه كويسه. انما اصلا انا بقول لك انا مش راضي، ولكن مش عايزه يمشي. انا مش راضي ومش عايزه يمشي. ليه؟ الاستقرار برضو مهم، لانك انت بص يا هيما، احنا دايما نقول ايه؟ ما تيجي نختار خمسه سته من الناشئين اللي بيحبوا نادي الزمالك، اللي هم ولاد نادي الزمالك، ويلعبوا ونضحي بسنه وسنتين لغايه ما نعمل تيم اصلا بيواخد على البطولات من صغره في الناشئين. فممكن تتعامل مع المدرب ان احنا نضحي ونستمر، بس يعمل لنا تيم كويس السنه الجايه طبعا قدامه الفرقه كلها. أيوه. ينافس على البطوله السنه الجايه بس. يعني انا مع نضحي، هو يقعد يحصل تضحيه. تضحيه لازم، هو كده كده الثالث السنه اللي فاتت وغيرت، فخليك بقى السنه دي برضو لسه في امل في الدوري ولا؟ طبعا طالما الحكم مصفر ولسه ما انتهاش النقاط لغايه ما انت توصل للنقاط دي، في امل كبير. انت بتشوف بعض الفرق بتبقى خسرانه وبتكسب في اخر ثانيه، تعرف ترجع تاني في اخر ثانيه. في اوروبا وفي مصر وفي كل حته. صح ولا غلط؟ صحيح. انت تمسك نادي الزمالك مدير فني؟ بص انا ان شاء الله باذن الله يا ابراهيم، اما رحت مدير كوره اخرتني كتير. ليه؟ لان الناس قالوا ان هو رجع ساب التدريب. فما رحت نادي الفيوم، نادي الجميل اللي انا بحبه. هتبقى خطوه ان شاء الله باذن الله، بس اصعدهم باذن الله ان شاء الله للدوري الممتاز، وساعتها بقى طول جمال اتحط في الدوري الممتاز، وان شاء الله يمسك نادي الزمالك ومنتخب مصر كمان ان شاء الله. هي 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 مرحله هتيجي 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 هتيجي. مش تاخرت؟ وانا بص انا انا مش شايل همها. ليه؟ مش تدريبك في الدوري الممتاز تاخر شويه يا كابتن جمال ولا لا؟ ما تاخرش، هو انا اخترت الصعب هيما. انا ما صعدت سوهاج، اخترت الصعب. لقيت فيه لذه وانت بتطلع فرقه للدوري الممتاز. فقلت لا اختار الطريق ده. فطلع صعب، فانا دلوقتي بندم وعايز اخش طريق سهل. ليه؟ طريق سهل في الدوري الممتاز للثالث لغايه ال 15 سهل جدا. تقعد في 12 مركز ماشي، انما في الدرجه الممتاز بيه لازم اول بس. ايوه بس الدوري الممتاز صعب جدا، في فلوس. ممتاز بما فيهوش؟ لا لا مش مهم الفلوس، فلوس ايه؟ فلوس انت بت 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 بتشبع رغبه عندك في ان انت بتصعد فرقه. انت بتاكل رغبه وتشرب رغبه؟ لا ما هو الحمد لله اللي باخده من نادي الفيوم بيكفيني وزياده كمان الحمد لله. طيب عظيم. فالموضوع مش موضوع فلوس يا هيما، موضوع انت بتحب ولا بتحبش. صدقني في انديه كتيره جدا دربتها بنص المرتب بس انا بحب النادي ده وعايز اصعده ولا لا. يعني في سواك كنا بناخد ملاليم، ولكن انت عندك هدف هستحققه. ونفس الحكايه الاولمبي، نفس الحكايه السويس، كل اللي انا صعدتهم المرتب ما كانش مرتب يكفيك. صحيح. ولكن بعد ما صعدت بقى ليك شكل. محتاج ايه نبوشه طيب علشان يتحسن طريقته او يثبت تيم؟ يثبت التيم. يثبت التيم. هنا بنتكلم على دور مهم للمدرب العام لكابتن نبيل محمود دلوقتي المفروض؟ لا 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 بص عايز اقول لك حاجه، بس لازم الساده المشاهدين وحضرتك تعرف معايا، انا اشتغلت مع مدرب اجنبي قبل كده مع نادي الزمالك. لو قلت رايك وعشان كده طريحي انا يعني ايه، انا معاه 1000% ان هو استقال. هو ومدحت عبد الهادي طبعا، حسين السيد ده مدير كوره، انما هم الاثنين استقالوا، انا معاهم 100%. ليه بقى؟ اقول لك، لو قلت رايك يبقى انت بتعمل مؤامره او عايز تمشيه، لو سكت يبقى انت سلبي لازم تمشي. فسلاحظوا حد بص مش قادر تتكلم ليه؟ ده اجنبي. امال انا دوري ايه اصلا؟ دورك ان انت يقول لك البرنامج تنفذه بس كده؟ بس منفذ؟ ده دور المدرب العام؟ بس خدش اي صلاحيات؟ لا مع الاجنبي، مع المصري لا، لان المصري بناخد ندي مع بعض. يعني ما كنت مع محمد حلمي محمد صلاح وعبد الحليم علي، مش محتاج مدرب عام بقى. ده مش محتاج مدرب عام بقى يا كابتن جمال، ده ما بقاش محتاج مدرب عام. لا مدرب عام تنفيذ يعني المدير الفني هيمسك كل ال 30 لاعب. لازم يبقى في مدرب عام ومدرب مساعد عشان يمسك ال 30 لاعب، في مدافعين، في مهاجمين، في نص الملعب، في شوط، في اوفرات، في تقسيمه، في تكتيك، في حاجات كتير. مش صاحب فكره، مش صاحب فكر. لا عنده فكر بس ما يقدرش يطلعه، لان لو طلعه يبقى بيعمل مؤامره عشان الراجل يمشي. لو مش هيطلعه يبقى سلبي. فبص طب ويرضى ليه بقى من الاول؟ يرضى يعني ليه حضرتك مثلا توافق ليه تمسك حضرتك ترضى ليه توافق تمسك مدير مدرب عام مع مدير فني اجنبي؟ عشان نادي الزمالك ليه فضل علينا.
انا كنت ماشي على عكازات ونادي الزمالك قال لي تعالى. مش مختلف مع حضرتك، انا عارف قد ايه انت بتحب نادي الزمالك من اللي عمله معاك. بس بقول لك يعني احنا ليه بنمسك طارق يحيى؟ كان الزمالك قالين وجي الزمالك عمل ليه اسم بقى بيدرب كل الانديه، فبيقول له تعالى تعالى. محمد صلاح نفس الحكايه كلنا. طب لو قال لك نادي الزمالك دلوقتي تعالى تعالى مدرب، تعالى مدرب عام مع نيبوشا؟ لا خلاص كانت مرحله. خلاص طيب ضحيت. مش نادي الزمالك بقى وكل حاجه اهو. ما ضحيت خلاص، ما هي مره ضحينا فيها خلاص. هي التضحيه بالمرات تضحيه طول العمر. كفايه اللي بيضحي بيقعد يضحي طول العمر. لا هو مدير فني اخدمه مدير فني، ما اخدموش مدرب. كابتن جمال نعم، التضحيه تضحيه طول العمر. انت صح، انت صاحب فضل عليا، اضحي واضحي بعمري كله. لا ما خلاص نادي الزمالك كده ردنا الجميل الحمد لله، ردنا الجميل واحده قصاد واحده يعني. لا ردنا الجميل الحمد لله يعني. اقول لك ليه واحده؟ انا دربت الزمالك مرتين بدون مقابل. بدون مقابل اشتغلت في الزمالك ببلاش. ببلاش ليه؟ برد الجميل. ورحت مدير كوره برد الجميل، يعني ثلاث مرات مش مره واحده. بترد مش واحده قصاد واحده. انا ثلاث مرات عملتها. اخر مره اشتغلت من غير فلوس؟ لا اخر مره مدير كوره بفلوس. بس المرتين اللي قبل كده كان بدون مقابل. عشان رد الجميل. بيقول لي تاخد كام؟ تقول مش عايز، انا عايز ارد الجميل لنادي الزمالك، انما غير كده لا. بصراحه رايك ايه في الصفقات اللعيبه اللي موجوده؟ كلها كويسه حلوه جدا، بس فرديه زياده عن اللزوم. بس بمعنى ايه؟ ان اللي عايز مدرب، عايز مدرب يحركهم يستغل الفرديات دي الحلوه اللي عندهم دي لجمعيات يعني. انا بصراحه شايف ان كلهم كل واحد يوزن فرقه، كل واحد لوحده يوزن فرقه كويس. انما عايزين جمعيه. قال له كل حاجه في مكانها بس لوحدها. لا عايزين جمعيه فعلا يعني. مثلا عندك مدبولي من لعيبه المهارات العاليه جدا. عندك جمعه، اسمه عبد الله جمعه، اسمه ايه؟ عبد الله جمعه. عبد الله جمعه مهاراته عاليه جدا. لسه ما شفناش محمد رمضان. مش محمد رمضان؟ محمد رمضان ده ما لعبش خالص. عالمي بتروجيت. ده بتروجيت كان عالمي. محمد رمضان ضرب غطس ليه؟ ما هو بقول لك نيبوشا مش لحد دلوقتي مش فاهم. ده لاعب اوباما باك رايت. هو مش فاهم فرقته ازاي في 10 ماتشات يا ابراهيم. في 10 ماتشات ازاي احمد توفيق عندي وما لعبوش كباك رايت وخلي اوباما يجيب لنا جوال. اوباما يلعب قدام يجيب جوال. يعني عندك مثلا ايمن حفني، جمال، اسمه ايه، احمد جمال، احمد رفعت سوري. احمد رفعت عندنا، كاسونجو، احمد مجدي، كاسونجو مجدي، كل دول حريفه قوي. فدولت عايزين جماعيه تستفاد منهم. كابوريا والشامي، وكابوريا والشامي وداوده. ده في اسماء نادي الزمالك. بص بقول لك كل واحد يوزن فرقه. ولكن تقعد تفتكرها كده وقت المفاوضات كانوا منورين. وكان عندنا مسعد. دلوقتي مسعد فارق مع المقصه ازاي؟ مسعد ريال. مسعد ده كان جامد جدا. ورغم ذلك مش راح المقصه. فاذا المهارات اللي ورا الفراوده جامدين جدا. بس عايزين يتوظفوا كويس، يتوظفوا كويس. بس ده دور، ده دور مدير فني. مدير فني طبعا، مدير فني توظيف ملعب. انا طب لو انت مدير فني نادي الزمالك، مين المجموعه اللي تاخدها تبقى مركز معاها كده؟ لا بص بص انا ما قلتلكش اختار التشكيل. ال 30 بقول لك ال 30 ركز معاهم. يبقى عندي مثلا في كل مركز اثنين. ايوه يا كابتن جمال، بس حضرتك بتقول وكل المدربين الكبار بيقولوا ايه؟ يقول لك انا ما اعرفش اركز مع 30 لعيب، 30 ده كتير عليا انا كمدير فني اقعد ابص فيهم. انا ممكن اختار لي 18 20 لعيب اركز فيهم و10 يبقوا مع المدرب العام. لا 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 مفيش حاجه كده. يبقى انت فقدت ال 10. ما هم بيتمرنوا وشغالين وانا بختار منهم. يبقى احنا ولا لازم ما الاجانب ليه دايما بيختاروا كده؟ لا لا مفيش، لا مفيش كده خالص. بيختاروا الاجانب. لا 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 لا, 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 لا. كله تمرين واحد، كله تمرين واحد بس بيركز مع المجموعه، بتاعته بيركز مع المجموعه اللي بتلعب على طول. لا لا لا, لا. كله تمرين واحد، وكل واحد ليه بديل ليه بس بنفس المستوى، بياخد نفس التكتيك عشان لما يجي يخرج الاساسي يخش هو يعمل نفس الشغل. فاهمني؟ انما ما يقدرش يفرق، بتضيع ال 10 يقعوا منك خالص. طيب تقدر تقول لي على تشكيل نادي الزمالك من وجهه نظرك، من وجهه نظر اللعيبه اللي جت ديت؟ تشكيل نادي الزمالك ماشي. التشكيل الامس قوله لي بس بعد الفاصل. طيب ماشي ماشي، تعالوا نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم في الحريف. تشكيل نادي الزمالك الامثل من وجهه نظر كابتن جمال عبد الحميد، خليكم معنا. لا 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 بعد اذنك يا عظيمه، بعد اذنك، ده اسرع هدف في العالم. انا عايز الشريط دوت بعد اذنك، لان سبع عيده تاني وشوف، اقل من 7 ثواني. عيد من اول ما سنطرنا كنت
تنوي الحصول على الشريط ده هتقسم 50 ماشي. ماشي مفيش مشكله عشان بس نبقى واضحين. صدق ما عرفتش اسوق الجول ده اللي ما شفتش عندي. ما عرفتش تسوقه وانت مش عارف تلاقيه اصلا. اسرع جول في العالم عظيم. بيقول لي خليه يبص على الشاشه عشان هيبقى قدامه مفاجاه هو نفسه مش هيصدقها. شكرا يا اسامه انا بشكرك جدا. يعني فعلا تصدق يعني موسوعة جينس اخش فيه ومفيش حد فاهم في مصر اي حاجه ومفيش حد فاهم حاجه خالص في الكوره. ده كان في تصفيات دوره الالعاب الافريقيه في تنزانيا. في تنزانيا كسبنا 4-2 جبت جولين ورمضان جاب جول باين والكاس في الثانيه 7 وسما في الثانيه 7 هو اقل من 7 بس نقول 7. شوف انت بقى متاخر قد ايه. لو انت دلوقتي كنت مركز وكنت رحت لاسامه رشاد من بدري كان زمان دلوقتي زللنا زي ما كابتن مجدي عبد الغني زللنا. لا انا ما بزلش. كان زمانك دلوقتي عامل لك مثلا 500 اعلان على انك صاحب اسرع هدف في التاريخ. صح ولا انا غلطان؟ متاخر انت كتير كتير. لكن بعد ده هتبقى فتحه خير عليك دي. ان شاء الله باذن الله. عايزك طب هتسوقها ازاي دي بقى؟ تخرج من هنا هجيبها لك من الاخر. على لو تخرج من هنا وتقوم عامل فيديو على فيسبوك خلاص وتقول انا صاحب اسرع هدف وتقوم جايب الهدف وعمل. بس انا ما عنديش فيسبوك. لا تعمل بقى فيسبوك. اسامه بقى اللي يحطه على الفيسبوك ويقول كده وبعدين نحطه على اليوتيوب وبعد كده الاتحاد الدولي يكلمني واروح بقى على زي الاتحاد الدولي ما بعت دعوه لاتحاد الكوره واختاروا حسام ما اختاروش كابتن مصر في كاس العالم. مش عارف ازاي هو الدعوه جت لاتحاد الكوره. مش عارف الدعوه جت ازاي. لا ما اظنش انت يعني معلوماتك مش دقيقه في القصه. قول لنا الدعوه جت ازاي. هبقى اشرح لك بعدين. عايز اسالك بس سؤال. هو انت كنت تنتظر دعم او تنتظر التواجد في القرعه بتاعت كاس العالم دي؟ انا كنت معزوم في احد القنوات بس ما رضيتش عشان كان عندي ماتش مع الفيوم والماتش الدوري. فما حتى لو كانت للدعوه ما كنتش اروح لان الماتش كان اهم من ان انا اروح روسيا. لا السفر حاجه وانك تبقى موجود جوه تحضر القرعه بدعوه من الاتحاد الدولي لكره القدم او من لو كانت للدعوه احضر ما كنتش اروح عشان عندي ماتش مهم مع الفيوم. مع الفيوم ده مهم جدا والحمد لله كسبت 4 يعني. فبص ضحيت علشان الفيوم عشان بص انا هنافس السنه دي ان شاء الله على الصعود باذن الله. المجدي ايه؟ يا كابتن جمال. نعم. مع كامل تقديري واحترامي يعني. اقول. ما اقصدش حاجه. قول. بقول لحضرتك قرعه. ان شاء الله يكون كاس العالم نفسه. قرعه كاس العالم. شغلك ده حدث بيتكرر كل بالنسبه لنا احنا كل 4 سنين، بالنسبه لهم كل 4 سنين، بالنسبه لنا احنا كل 28 سنه. ماشي ده شغلك. تسيب شغلك عشان حدث. شغلك اهم من اي حاجه. وده مش تقدير ليك كان هيبقى كبير. تقدير كويس جدا بس اعتذاري وان عشان شغلي هيبقى تقدير اكبر ليا من الناس كلها. صدقني. ماشي يا كابتن جمال خلاص اللي انت عايزه. انا ضحيت اسالهم ضحيت باحد القنوات وكان مبلغ كويس جدا جدا عشان الماتش. ما يهمنيش انا اروح فلوس ايه وبتاعي وروسيا ايه. انا يهمني الماتش والحمد لله رحت الماتش وكان سفر كمان في اسيوط. الحمد لله يعني. اديني تشكيله نادي الزمالك. الرسائل جت طيران يعني. الرسائل اللي بتجي لك على ايه بقى؟ بتجي لي على الموقع عندكم. ماشي. طيب سهل انت برضه. طبعا يعني هو الشناوي. حازم امام. ناحيه الشمال بقى. علاء. لا ناحيه الشمال. انت حازم ناحيه اليمين والشناوي في حراسه المرمى. ناحيه الشمال بقى. الولد الصغير مؤيد العجان. الولد الصغير بتاع نادي الزمالك فتوح. فتوح ماشي. والمساكين علاء وعلي. ماشي. علاء وعلي جبر. ماشي. وطارق حامد. ماشي. اشرف اروق. ماشي. اروق. وبعد كده عبد الله جمعه. محمد ابراهيم. ماشي. مدبولي. باسم مرسي. دي الشوط الثاني. ما انا اقول لك الشوط الثاني علشان اكيد في تغيير. ماشي كده. انا يعني هتختار ثلاثه كده ظلمت ثلاثه فوقيهم. كاسونجو. كاسونجو. راس حربه. داوودة. مكان بقى مدبولي او عبد الله. ماشي. انه ما شاء الله بيتحرك كويس. لعيب هايل طبعا. والشامي. الشامي. الشامي كان مكسر الدنيا مع النادي المصري. صحيح. انا ما كان الزمالك بيلعب ضد المصري كنت بخاف من الشامي بالذات. ما شاء الله لعيب كويس قوي قوي. بس ياخد فرصه كبيره. طيب. في كابوريا كان كويس وفي يعني مجموعه كبيره قوي بس انا قلت دولت يعني مش عارف دول اللي جم في دماغ حضرتك. لا. دولت اللي لو تلاحظ الماتشات اللي لعبوها دولت مع بعض بس داوودة كان بيلعب. دولت كسبوا تلاتات. ماشي. طيب انا معايا واحد بقى من الشخصيات اللي انت بتحبها وانا كمان بحبها جدا. كابتن نبيل محمود. نبيل محمود نجم مصر. نجم مصر المدرب العام لنادي الزمالك. يا كابتن حبيبي. نبيل مساء الفل والف مبروك
وشفت ربنا كريم ازاي، وشفت ربنا يعني دايما عارف المجتهد ما بتكملش مسيرتك في الرجاء، والناس كلها كانت شايفة انه لازم تكمل مع الرجاء، ربنا بيبدل لك الخير بالاحسن منه انك تبقى موجودة هو مع نادي الزمالك. تحياتي لك يا كابتن نبيل، وتحياتي الكابتن جمال عبد الحميد ايضا لحضرتك. تحياتي لك انت ابراهيم والكابتن جمال عبد الحميد كابتني وكابتن مصر واخويا الكبير وحبيبي. منور يا بلبل، وحشني جدا، والف مبروك وبالتوفيق يا بلبل. ربنا يخليك كابتن جمال. ربنا يخليك يا رب. بس كنت عايز ابراهيم اوضح لكم بعض الحاجات. اتفضل يا كابتن. عشان خاطر يعني اللي في المطبخ، والكابتن جمال يعني كوتش كبير واشتغل مع فرق كبيره ونجم كبير، وعارف ان المدير الفني احيانا بيتعرض لحاجات مش لازم يا استاذ ابراهيم ان انا افصح عنها للاعلام. اتفضل. المدير الفني عنده لعيبه كتير زي ما الكابتن جمال قال. بس اللعيبه دي فيها اللي مصاب، ومش لازم انا كل يوم اكتب نشره بالمصابين. عنده اللي هو يعني خارج الفورمه، عنده اللي هو الستايل بتاعه. مثلا انا كمدرب بحب لعيب سريع، بحب لعيب كورته صريحه. له اختياراته وله كده، والراجل برضه عشان ما نظلموش، ومش عشان انا شغال معاه، انا وانا بره كنت بسمع شيء كابتن جمال، وانا جوه دلوقتي انا بشوف شيء تاني. بشوف والله انسان محترم جدا، وانسان راقي جدا، وبيتعامل مع اللعيبه بكل رقي وبكل احترافيه، ومع الجهاز اللي معاه. وانا سمعت حواركم من الاول، الراجل مدي الجهاز اللي معاه سواء انا او كابتن طارق قبلي، مدينا شغل ومدينا كل حاجه، وبيسمع وانسان محترم والله. وانا شخصيا قال لي مش معنى ان انت جاي تشتغل معايا ان انت جاي تتعلم مني، انت برضو كوتش، وكنت اعرف ان انت مدير فني وصاعد بفريق الرجاء، واحنا هنتعاون مع بعض، وبيسمع وراجل محترم. بس هي حته ثبات التشكيل، في حاجات كتير بتتحكم في المدير الفني يا جماعه. يا استاذ ابراهيم اللي قاعد عفوا في الاستوديو، طبعا وانا مش معترض على اللي قاعد في الاستوديو، قول اللي انت عايزه يا كابتن مصر، قول يا كابتن نبيل اتفضل. انا جاي من ساعتين دلوقتي، عندي حاجات مش لازم انا يعني افصح عنها، ممكن يعني في حاجات ما ينفعش اقولها. انا كمدير فني نبوشه يعني مش نبيل. ايوه يا كابتن نبوشه، مش شرط اشرح للناس ظروف. وعايز اقول لك برضو حاجه، ان الراجل شغال وما بيتاثرش باي حاجه. انا بكلمه النهارده قال لي ما يعنينيش الناس بتقول عليا ايه، انا عايز اشوف انا وانت كنبيل شايفين الفرقه ازاي. وراجل شغال ومجتهد جدا، واللعيبه عملوا اداء يوم حرس الحدود، اداء كويس. والراجل يعني الى حد ما يعني الفرقه راجعه، وان شاء الله هنكسب ماتش الاسماعيلي باذن الله، وان شاء الله نرجع الفرقه. ويعني بطلب من الزملكاويه بس ان هم يقفوا ورا النادي، عشان النادي في ازمه. النادي النهارده يعني خسران مبارتين في الدوري الممتاز، او خسران اخر مبارتين تعادل وخساره، فاحنا في ازمه. فالراجل شغال في ظروف لازم هو الوحيد اللي يعرفها، هو الناس اللي معاه. مش شرط يا ابراهيم ويا كابتن جمال، الظروف دي الناس كلها تعرفها. عايز تقول ايه يا كابتن نبيل في موضوع الظروف؟ يعني عايز تقول ايه تحديدا؟ ايه اللي معاندكم؟ ايه اللي معاند الراجل؟ عايز اقول لك الكابتن جمال كوتش كبير. الراجل عنده مثلا 30 لعيب جاهزين، بيحط 11. ممكن يكون وجهه نظره انت يعني مش لازم تنطبق مع كل المدربين الخبراء اللي في مصر. دي وجهه نظري. مفهوم. تمام. بيجي يلاقي لعيب، انا اديت لعيب اداني ما ادانيش، انا بقعد مع نفسي مع جهازي، بنحط تبديله، بنغير تغييره. فالضغط على الراجل ما ثبتش تشكيل، ما الراجل نفسه ثبت تشكيل ونفسه يلعب ونفسه. بس هي في ظروف كتير يا جماعه بتتحكم في المدرب. في عقليه اللاعب المصري برضو، حته الغضب وانا هلعب امتى والكلام ده كله. فالراجل مسيطر على كل ده وشغال والله يا جماعه. مش عايزين نعمل للراجل شوشره، ومش بقول الكلام ده والله عشان انا شغال معاه. انا لما دخلت المطبخ فعلا شفت حاجه غير ما انا بره زملكاوي وابن النادي بره. صحيح. هل اصبح نادي الزمالك مجبر ناحيه اليمين ان هو يبقى موجود يوسف اوباما بسبب اصابه حازم امام؟ الراجل مثلا مش مقتنع بحد تاني يبقى ناحيه اليمين يا كابتن؟ عنده تاني مصاب يا استاذ ابراهيم. انا بقول لحضرتك اللي بيتكلم يا رب يكون رؤوف بالراجل ورحيم بالراجل، عشان عنده راجل مصاب، وادى احمد توفيق ماتش رجاء وما اداش راجل كويس. فانا بحييه، انا بحييه، كان اختياره هو على فكره. بس يمكن انا ساعدته على الاختيار، واديت القرار يعني، اديته كده صلاحيه. دعمته في القرار زي ما انت بتقول بالظبط. والراجل اشتغل باوباما، واوباما كان من نجوم الفريق الماتش اللي فات. بس هو الراجل عنده اللي هو السوري مصاب، وعنده حازم امام مصاب، ولاعب علاء الشبلي ده من ساعه ما جه وهو مصاب، سبحان الله، ده حاجه غريبه جدا يعني. قال له المستشار مرتضى ان ما كنتش هتنزل الملعب، خد بعضك وخلاص، شكرا ورجع لنا فلوسك. بس بقول لحضرتك، بقول حاجات انا كمدرب، انا في النار يا جماعه كمدرب. يعني الكابتن جمال كوتش وعارف الحاجات دي. مش لازم كل حاجه اقولها يا جماعه في اخرج بره الشارع اقول عندي لعيبه مصاب. لا بالعكس، الراجل سكت واشتغل وسكت خالص على 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 مشكله الباك رايد، واظن ان هو بدماغه عملها. صحيح. يعني اوباما كان من احسن اللعيبه الماتش اللي فات.
احنا قلنا في احنا قلنا في الاستوديو التحليلي انه كان مجبر وما كانش عنده اختيارات، وانه لو كان عنده اختيارات كان هيحط حد، كان هيحط حد ناحيه اليمين، لكنه كان مضطر ليوسف اوباما. لكن انا قصدي كده يعني، قصدي بعد يعني قبل ما نقول حاجه مثلا يعني اتاكد منها بس واشوف وابقى راجل بتابع الفرقه. كابتن جمال قال اسمين او ثلاثه، انا ما ينفعش اقول يا جماعه مصابين يعني الراجل هيعمل ايه؟ مين اللي مصاب؟ مين الكابتن سأل على محمد رمضان؟ انا من ساعه ما قلت محمد رمضان مصاب ولسه بيفوق ولعيب كويس فعلا، واتكلم مع الراجل واتكلم معايا ولسه بيفوق، بس يعني انا اكتب لك نشره فين يا استاذ ابراهيم؟ لا اديك حاجه بتوصل اهو، بتوصل اهو، اديك بتوصل اهو يا كابتن نبيل اهو. محمد رمضان انا عجب اول ما جه مصابه بلبل، محمد بيقول لك مصاب. انا كابتن جمال انا بقالي 5 ايام معاهم، ال5 ايام اللي انا كنت فيهم هو كان راجع من اصابه يا كابتن جمال، قالوا لي بقاله فتره كبيره مصاب، هو نفسه اللعيب قال لي يا كابتن انا جاي من اصابه وهتمرن ومستني يعني مستني فرصه من الجهاز الفني. وعلاء الشبلي مصاب. لا الشبلي بقول لحضرتك يعني من ده ما انتوا عارفين طبعا، وانا من ساعه ما انا موجود لسه النهارده اول يوم ينزل التمرين النهارده كابتن. فالحاجات دي كلها ابراهيم يعني الحاجات دي كلها لو حد متابع تدريبات الفريق هيعرف. فالراجل بصراحه والله يعني صدقوني انا لا بدافع عنه ولا انا ابن الزمالك، وزي ما الكابتن جمال قال النادي لو احتاجنا في اي وقت يا استاذ ابراهيم مش هنقول لا. بس عايز اقول لك يا استاذ ابراهيم ان الراجل يعني مثقف جدا، وغيرنا احنا يعني غيرنا كمصريين ما بيحبش المعلمه والحاجات دي، الراجل بيقعد معايا ويتكلم ويسمع انا وغيري انا كويس يعني مش بخلي حضرتك، انا اسف في اللفظ جدا، انت مدير فني محترم وكبير والناس كلها عارفه كابتن نبيل عمل ايه، لكن مش بخليك بس منفذ يعني، لا من خلال الاسبوع ده. لا الراجل محترم، الراجل راقي يا استاذ ابراهيم يا كابتن جمال، الراجل راقي. انا زي ما انا كنت انا عشت انا كمدير فني كنت هناك، الجهاز اللي معايا بديله مساحه وبسمع له، لاني اقول لك حاجه يا استاذ ابراهيم ويا كابتن جمال، ما فيش حاجه اسمها حد في العالم هو اللي مخترع كل حاجه وملم بالكوره. صحيح. انا كابتن جمال سواجي اللي حضرتك كنت شغال فيها وساعدت بيها، انا عامل غرفه الملابس، اداني نصيحه كسبت بيها فريق الجونه ايام ما كان الجونه نصيحه من عامل غرفه الملابس، فما فيش مشكله ان يسمع من المدرب اللي معاه. وبقول لحضرتك هو راجل راقي جدا وانسان محترم، وبيتعامل على فكره مع اللعيبه، اساله اللعيبه كلها. انا اسف ان انا شكلي كده بدافع عنه، بس انا بوصل له. لا توضيح يا كابتن، دي حرقه نبيل، دي حرقه وحب، حاجه جميله يعني بصراحه، دي حرقه وحب على المكان اللي انت موجود فيها يا كابتن نبيل، ودي حاجه كويسه. بيتعامل بروكري جدا مع الجهاز ومع الجهاز الطبي ومع الجهاز العمال مع اللعيبه، والراجل بيحاول يشتغل يا جماعه، بس صدقني يا جماعه يعني الاعلام فيه تحميل شويه علينا وعلى نادي الزمالك، فيه تحميل يا استاذ ابراهيم. لا ما تخافش عليا يا نبيل، احنا ورا النادي يا بلبل. اتفضل يا كابتن نبيل، اتفضل يا كابتن نبيل، قول. الحلقه هتتغير من السبوره لنادي الزمالك، اكتب كده حلقه نادي الزمالك. لا مش للدرجه دي، هو نادي الزمالك كبير وكل حاجه، بس انت عارف احنا عمرنا ما كنا ضد نادي الزمالك، لو حضرتك متابع الحلقه من الاول. انا ما بقولش ضد يا استاذ ابراهيم، انا بقول ارجوكوا يعني ارجوكوا تحروا، وبعدين لو انا مدرب وحش قطع فيا او قطع في الراجل او قطع في النادي، بس قول لي احنا ايه قلناه ما كانش في تحري. انا من ساعه ما قعدت البرنامج لذيذ زي الفل، بس كله يعني عارف كله الراجل ما عندوش الجهاز مش عارف ايه اللعيبه. لو حضرتك سمعت يا كابتن نبيل كلامي، انا قلت ايه؟ الراجل يكمل للاخر، وكنا بنلوم على نادي الزمالك انه بيغير مديرين فنيين، لازم الراجل يكمل للاخر. مش حضرتك سمعت الكلام ده انا بقوله؟ طب انت سمعت يا استاذ ابراهيم، بس انت يعني ما تهمدنيش وبعدين تقول لي كمل يعني عارف فين؟ قول لي همتك في ايه؟ قول لي همتك في ايه؟ الراجل مش مثبت تشكيل يا جماعه. والله هو في ظروف يا جماعه، طب اشرحها لكم ازاي؟ بس ما ينفعش في حاجات اقدر اقولها يا استاذ ابراهيم، وفي حاجات ما ينفعش افصح عنها، في حاجات يعني مش كل حاجه. وبعدين الكابتن جمال عارف ان لو المدرب عنده 11 لعيب بيكسبوه، اكتر واحد في العالم بيكون سعيد بيهم. صحيح، عايز يا ابراهيم عندك حق، صحيح، عشان كده اكتر واحد في العالم، فهو هو لسه ما اتعدش ب 11 مميزين يعني، فبيحاول يجتهد وبيحاول بيبص يلاقي في برضه اصابات، كم اصابات يعني. حازم بقى حازم خلاص تمام يقدر يلعب ماتش الاسماعيلي ولا لسه؟ حاجه النهارده كان بيعمل اشاعه وبيطمن النهارده وما دخلش التمرين مع الراجل، وفي نجوم انا مش قادر افصح لك عن يعني في نجوم في الفريق مصابه انتوا مش عارفينها. مين زي مين؟ ما هو ما قول لي عشان احنا يا جماعه احنا عندنا مباريات يا استاذ ابراهيم سامحني، لو انا ما اديتكش معلومه اعذرني، ده شغلي وانا احترم شغلك جدا، بس حاجه تتكلم في الاصابات. لا الاصابات مش اسرار، في لعيبه مصابه، في لعيبه مصابه والله. يعني انت هتجتهد وتجيبهم انت بطريقتك، انا ما لكن انا ما اقدرش افصح لك عن كل حاجه يا استاذ ابراهيم. يا كابتن جمال المدرب في حاجات كتير متحكمه فيه، لكن انا وانا قاعد مع حضراتكم لو جيت دلوقتي هعمل لكم 555 تشكيل من 30 لعيب.
طيب بس هل مصابين؟ هل جاهزين؟ هل في لعيب مثلا زعلان؟ هل في لعيب بيأدي؟ طب في لعيب ما بيأديلوش في التمرين؟ ما هو المدرب بتتحكم في حاجات كتيره يا جماعه. يا كابتن نبيل انا بشكرك وبشكر حرقتك على نادي الزمالك وعلى الراجل وعلى انه توصل للناس المعلومه وتوصل لنا كمان كل حاجه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن نبيل محمود. انا بحب كابتن نبيل محمود بس عشان نبقى ده ابني ده انا من محمود ابني اصلا أنا بحبه يعني بص اول ما طلع معانا انساني وعلى مستوى كمان التدريب حاجه انا بحبه يعني بص اول ما طلع معانا اول واحد استقبلته انا ده بقى ابني فهو حرقته على نادي الزمالك كبيره وعلى الراجل طبعا اللي اشتغل معاه 5 ايام طارق يحيى بيقول نفس الكلام برضه الراجل كان بيديله مساحه الراجل كان بيتفاهم معاه وكده عادي هو الراجل شخصيته كويسه كواحد مثقف انما في التدريب عليه علامه استفهام طبعا. طيب خلينا نروح لفصل بعد الفصل لسه مستمرين مع حضرتك. ماشي في نقاط مهمة وضحها لنا طبعا وضح كويس يعني علاء الشبلي مثلا انه مصاب وانه رئيس النادي قال له لو ما جهزتش ونزلت الملعب وكابتن فاروق جعفر على فكرة كان قال الموضوع ده قبل كده قال لنا في الاستوديو التحليلي. طيب بتشوف ازاي المواجهة المقبلة لنادي الزمالك امام الاسماعيلي؟ مواجهة قوية جدا والاسماعيلي فايق والزمالك طبعا بعد حرس الحدود اعتقد ان هو حط ايده على مفاتيح اللعب فاعتقد هتبقى مباراة قوية جدا وحلوة يعني هتبقى حلوة لأن دايما كرة الزمالك والإسماعيلي كرة مفتوحة. فبقى الواحد بيتمتع ويتفرج الإسماعيلي السنة دي كمان غير يعني الإسماعيلي السنة دي أحلى من أي إسماعيلي في السنين اللي فاتت يعني تصدره للجدول الدوري راجل دي صبر مدير فني محترم جدا بيلعب كرة كمان جماعية لذيذة جدا الإسماعيلي أنا متمتع بيه عنده كالديرون هداف من تراس فريد وأنا لازم بص كالديرون من دلوقتي هيطلع الخليج أو من دلوقتي تقال عليه أنت مش ما تطلعوش بقى الأحسن ده في الإسماعيلية في إسماعيلية بيزعلوا يقول لك أنتوا بتمشوا اللعيبة والله أنا ما قلت حكى لا لا لا, لا مش قصدي يعني هو دلوقتي كل واحد سمسار يجيب مصر محطة الإسماعيلي أو الأهلي أو الزمالك وفي ثانية يوديه طب أنت جايبه هنا ليه طب ما توديه من الأول للأمانة الإسماعيلي أكتر فرقة بتعرف تجيب أفارقة يعني طبعا بعينهم حلو هناك يعني بصراحه طيب خلينا نتكلم بقى مع حضرتك في جزئيه المنتخب احنا اتفقنا ان المنتخب هو اللي هنختم بيه ونتكلم فيه الورعه كويسه ولا لا بتشوف من وجهه نظرك؟ انا سميت انا حطيت عنوان كان القرعه هيما اقوى مجموعه سهله يعني ايه بقى؟ حلو العنوان ده؟ حلو العنوان بس فهموني اقوى مجموعه لانك انت بتلعب صاحب الارض بتلعب ديربي السعوديه ومصر ديربي عرب ودي طبعا بتبقى في حساسيه واوروجواي من الفرق القويه فدي اقوى بتبقى اقوى اسهل ليه؟ روسيا بعيده عن الكوره بلا فتره وملهاش ممكن تكسبها سهل جدا والجمهور يعمل ضغط عليها السعوديه ممكن تكسب ممكن تتعادل معاها ممكن يعني ماتش سجال بيننا وبين السعوديه اوروجواي لما لعبنا هولندا في كاس العالم عملنا عليها ماتش احسن من الفرق الثانيه اللي هي اقل منها فاحنا بنلعب ضد الفرق القويه كويس زي البرازيل زي ايطاليا زي هولندا فعشان كده سهله يبقى اقوى مجموعه سهله اقوى مجموعه سهله ايه رايك كده في العنوان ده؟ حلو المجموعه ماشي بس هنعمل ايه بقى في العنوان ده من وجهه نظرك؟ ان احنا ان شاء الله هنبقى اقوى لان احنا لعبتنا دلوقتي معظمهم بيلعبوا في اوروبا واخدين على اللعيبه ديت فسهل جدا يلعبوا كوره سهله جدا ويكسبوهم سهل جدا ونعمل نتيجه كويسه لان زمان احنا سنه 90 ما كان عندنا مجدي عبد الغني ومجدي طلبه بس ويمكن مجدي طلبه ما بيلعبش ومجدي عبد الغني بس هو المحترف ولعبنا قصاد هولندا وايرلندا مختلف كتير لا بس لعبنا قصاد بطل اوروبا احلى ماتش انتوا عملتوه ايه في كاس العالم؟ انت بتسال انت عارف هولندا طبعا هولندا طبعا طبعا هولندا يعني هولندا ده الناس نزلت الشوارع كلها فهولندا يعتبر احلى ماتش طبعا على مستوى مصر من اول ما الكوره اتعملت ماتش هولندا بالرغم ان احنا كسبنا ايطاليا بطل العالم ورغم ذلك بطل هولندا هو الماتش اللي الناس كلها بتعشقه. طيب بتشوف الجيل ده يقدر يعدي المجموعه الاولى من كاس طبعا سهل جدا الله. اولا بتكتيك كوبر اللي هو كان بيلعبه قصاد الفرق الافريقيه سهل جدا يملى الملعب دلوقتي النهارده بلعيبه كويسه فيسحم الملعب بس انا مراهن الكابتن رضا عبد العال على 100,000 جنيه على ايه؟ ان احنا نعدي المجموعه الاولى قال لي هنبقى الحصاله انا مراهنه من قبل ما القرعه ما تتعمل
ده بقى ايه؟ احنا كلنا في القرعه كنا عايزين بيرو، خد بالك بس، وبولندا وبنما، كلنا وكل الفرق. انا الناس كلها بتفكر في اتجاه مصر هتعمل ايه، وانا اول ما القرعه ما جت انا بفكر في ال 100,000 جنيه اللي هاخدهم من كابتن رضا عبد العال. علشان مش هنبقى حصاله. ما طبعا عمرك لا مش هنبقى، عمرنا ما هنبقى حصاله. عمرك هتبقى حصاله، انا كنت متفائل وربنا كمان كرمنا فوق التفاؤل دوت بان احنا طلعنا في قرعه مع فرق ما يعني ما تتغلبش منها. لا اللعيبه كويسه، اللعيبه كويسه جدا. اللعيبه لعبت نهائي افريقيا، اللعيبه وصلتنا كاس عالم، اعتقد الخبره اللي خدوها في مشوار السنه ونص دولت اعتقد ان هم هيعملوا ماتشات كويسه في كاس العالم وهيصعدونا الدور الثاني باذن الله ان شاء الله. جاهز للسبوره؟ تحت امرك. يلا بينا. يلا بينا. نعم ولا المرحله الاولى. استحق الحصول على فرصتي بتولي منصب المدير الفني للزمالك، نعم ام لا؟ نعم طبعا. نعم طبعا جدا. اتاخر كتير كمان. اتاخر كتير؟ اه. نتاخر كام سنه؟ لا كتير. كام سنه؟ كتير، 10 سنين مثلا، 20 سنه. 10 سنين. 20 سنه. 20 سنة؟ لا لا 10 سنين. 10 سنين. أخطأت بالموافقة على العمل كمدير للكرة في الزمالك، نعم أم لا؟ لا طبعا، لا طبعا. أي أي موقع قبل قبل ما يختاروني كنت هوافق أي موقع. ماشي، برد الجميل يعني. اللي بعده، وافق على العمل في الزمالك كمدرب عام ولكن مع مدرب أجنبي فقط، نعم أم لا؟ لا طبعا. لا طبعا، خلاص عدينا المرحلة دي يا خلاص. ماشي. نيبوشا لا يستحق الاستمرار في منصبه غير جدير بقيادة فريق بحجم الزمالك، نعم أم لا؟ لا 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 طبعا، هو يستحق، بس هو عايز زي ما قلت لك استقرار ويعمل لنا فرقة للشوط للدوري الجاي إن شاء الله. للدور الثاني إن شاء الله، وماشي في الكاس كويس. معروف يوسف الأجنبي الأفضل في الزمالك وأرفض رحيله عن الفريق. نعم. نعم. أحسن لاعب في الفرقة، معروف يوسف. اللي بعده. وأخلص واحد، أنا كنت مدير كرة عمره ما كان ليه طلب. يعني كوفي كان بيضحك على جميل الزمالك، طلباته كتير. معروف عمره ما طلب حاجه، حتى الرخصه ممكن اعملها له انا، هو راح عملها، رخصه القياده. قلت له اروح اعملها لك، قال لي لا انا ممكن اروح اعملها، كابتن راح اعملها. الزمالك يعاني من عقم هجومي واحتاج لتدعيم الخط الامامي، نعم ام لا؟ لا طبعا، احنا عندنا خالد قمر، كاسونجو، باسم مرسي، اشم بونج، عندنا مجموعه كبيره جدا كرؤوس حربه. مش محتاجين حد. محتاج لتدعيم الخط الامامي؟ مش محتاج. مش محتاج طبعا، احنا عايزين احسن لعيبه في الخط الامامي كله. ماشي، اللي بعده. الزمالك ابرم صفقات كثيره لم يكن في حاجه فنيه لها، نعم ام لا؟ نعم. نعم. رحيل شيكابالا عن الزمالك لم يكن فنيا وكان يستحق الاستمرار؟ طبعا نعم. نعم ونعم ونعم، شيكابالا ده يا رمز من رموز نادي الزمالك. الزمالك في حاجة لتشكيل لجنة الكرة مرة أخرى، نعم أم لا؟ الزمالك في حاجة لتشكيل لجنة الكرة مرة أخرى. يعني يبقى في لجنة، لجنة كورة يعني. مين لجنة الكورة أصلاً؟ مش متابع. بقول لك في حاجة لتشكيل لجنة كورة. ما هو فاروق جعفر رئيس اللجنة مش كده؟ لا هو دي مش لجنة، هو فاروق مستشار فني. مستشار؟ مستشار فني لجنة الكورة. لازم لجنة الكورة مع فاروق جعفر، لازم. لازم لجنة الكورة، نعم. نعم. في حاجة إلى انا بس عشان الفيوم واخدني قوي فمش واخد على الحاجات الاداريه، مش متابع. لا متابع الزمالك فنيا، انما اداريا جوه النادي مش متابعه. ليه؟ علشان الفيوم واخدني قوي. ما شاركتش في الانتخابات بتاعت نادي؟ شاركت ازاي ده؟ رحت طبعا. اديت صوتك لمين؟ لا ما طبعا للمستشار مرتضى منصور. افتكرتك هتقول ده سر. لا 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 لا، ليه؟ لو قلت كنت هتقول سر. اقول لك ليه؟ اقول لك اكيد. الراجل رجعني بعد 10 سنين بره النادي، رجعني مدير كوره فبرد له الجميل يعني. راجل ما شاء الله. واخترت القايمه بالكامل؟ اخترت اسماعيل يوسف وهشام ياكا، دي اهم حاجه. وطبعا جورج سعد، عشان عارف ان جورج سعد ده قد ايه، وانا 2005 كان بيتبرع فعلا هو والده لنادي الزمالك. واخترت مين في النائب؟ احمد جلال. احمد جلال بس؟ ما هو اتنين نواب. انت عايز تقول لي القايمه كلها؟ لا اخترت، خليني بقى كفايه الرئيس. الزمالك في حاجة تشكيل لجنة كرة مرة أخرى طبعا. تعالى نعم، تعالى بس، تعالى نعم. تعالى بس، تعالى. نعم نعم. هاني العتال ولا إيه؟ يعني أنا مثلا مختار مرتضى، أختار هاني ولا أختار أحمد؟ ما أنا معرفش. طيب ما أنت لازم الناس تعرف وأنت تعرف. لما أختار مرتضى مستشار مرتضى أختار مين؟ أختار أحمد طبعا. مش شرط. لا شرط طبعا، ازاي بقى؟ لان انا عشرت احمد كلجنه كوره ما شاء الله، كان بدليل كان بيروح من النادي الساعه 12 بالليل احمد، عشان لعيبه، عشان اللعيبه، عشان اللعيبه. والله يعني كان مخلص جدا جدا، واي طلب كنت بطلبه منه كان بينفذه بسرعه احمد مرتضى. لكنه مش شرط، وبدليل انه رئيس النادي نجح بفارق كبير جدا من الاصوات عن كابتن احمد سليمان، واحمد مرتضى لم يوفق في الانتخابات. ممكن الناس ما كانتش عارفه المجهود اللي كان بيعمله مع اللعيبه. اللي بعده،
لو كنت عضوا من النادي الاهلي لمنحت صوتي للخطيب؟ اي لعيب كوره بديله صوتي. انا اديت لاسماعيل وهشام ومحمد ابو العلا، كل اللعيبه بديهم صوتي. ليه؟ كل ما يكون في لعيبه في مجلس ادارات اي حاجه، اتحاد كوره، انديه، بتعملوا دعم لبعض. لا الكوره بتعلى، لان برضو الفكر بتاعه زي ما شوف كابتن نبيل قال ايه. نبيل محمود قال بتاع غرفه الملابس عشان متعايش قال له فكره كسب بيها فرقه قويه زي الجونه. ما رشحش نفسك ليه في نادي الزمالك، في انتخابات نادي الزمالك؟ لا هو انتخابات نادي الزمالك انتخابات اتحاد الكوره والزمالك واي انتخابات تطوع. برضه انا ما عنديش بزنس، انا عندي البزنس الكوره اللي هو التدريب. انما ما عنديش بزنس ثاني عشان ابقى متطوع. فاهم؟ فاهم. بس اي واحد بيخش يبقى عنده بزنس. فبالتالي عايز الاسم، عايز يشغل نفسه، عايز يخدم. احنا نخدم بره، انما هخدم بدون مقابل ليه؟ على اساس ايه؟ قول لي. نادي الزمالك ماشي بدون مقابل خالص. انما في الكوره في التدريب بقبض. بقبض راتب فبخدم. فاهمني؟ فاهم. ماشي اللي بعده. طبعا كنت هدي الخطيب طبعا 100%. الاهلي افضل فريق بالدوري حاليا، مع ان المهندس محمود طاهر عمل طفره في النادي الاهلي، ولكن اي لعيب كره بديله. بتحب تشوف اجوانك في الاهلي ولا اجوانك مع الاهلي؟ افضل فريق بالدوري حاليا افضل مدرب حسام البدري حاليا، بيمتعني بفرقته، بيمتعني بفرقته. حضرتك ما سمعتش سؤالي ولا مش عايز تجاوب عليه؟ قول. هو بتحب تشوف اجوانك وانت بقميص النادي الاهلي ولا تحب تشوف اجوانك وانت بقميص نادي الزمالك؟ الزمالك طبعا. الاهلي افضل فريق بالدوري دلوقتي ولا لا؟ طبعا مع حسام البدري. ماشي. مع حسام البدري، حط مليون خط مع حسام البدري، بيلعبهم كوره لذيذه. اللي بعده. خلاص ما فيش حاجه. لا ازاي؟ الزمالك ابتعد عن المنافسه عن الدوري والاهلي الاقرب للفوز باللقب، صح ده ولا لا؟ لا لا طب لسه. لا لسه. حتى الاهلي بيعترف النهارده، سمعت سيد ابو حفيظ بيقول لسه الدوري طويل. طبعا لسه طويل. المرحله الثانيه الاختيارات، مركز بيحتاج الزمالك للتدعيم وهو ايه؟ هو بقى الظهير الايمن. الظهير الايمن طبعا، الظهير الايمن، لان الظهير الايمن عندنا حراس مرمى جد جنش واحمد شناوي وعمر صلاح من احسن حراس مرمى في مصر. وفي منصف كمان طالع النهارده. لا محمد عبد المنصف كمان صغير صغير. طبعا انا طلعته معانا وانا مدير كوره، ايمن طاهر طلعه. انما احنا محتاجين ظهير ايمن بدليل اوباما، يعني ما واحد اتعور ما لناش غيره، واحمد توفيق اتعور ما لناش غيره. اللي بعده. افضل صفقه تعاقد معاها الزمالك في الموسم الحالي، محمود علاء ولا روعه ولا عبد الله جمعه؟ محمود علاء. محمود علاء. طيب خليني كده بسرعه بسرعه اقول لكم قرارات النادي الاهلي، قرارات اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي سريعا. كل الاعضاء سلموا التليفونات المحموله بتاعتهم قبل ما يخشوا الاجتماع وتم اغلاقها. الكابتن محمود الخطيب مسؤولا رسميا عن الفريق الاول لكره القدم. مهندس عدلي القيعي متحدثا رسميا باسم المجلس ومستشار لمجلس الاداره ايضا. تم تشكيل ثلاث لجان في الاهلي، اللجنه القانونيه معنيه ببحث القضايا المقدمه من النادي او ضده. تم تشكيل لجنه للعضويه برئاسه ابراهيم الكفراوي وعضويه الضماطي والجرحي، ومهمتها بحث الاشتراكات، تعيين المهندس سامح كامل مشرفا للإدارة الهندسية، وهذه الإدارة مهمتها بحث الموقف الراهن لكل العمليات الهندسية، تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي لبحث الموقف المالي للنادي بما فيها المدير التنفيذي، فيها المدير التنفيذي والمدير المالي. ده ما يتعلق بقرارات مجلس إدارة النادي الأهلي. على الهواء على طول اهي قلناها لحضراتكم. اهم ما فيها ان كابتن محمود الخطيب مسؤولا عن الفريق الاول لكره القدم، اهم ما فيها انه المهندس عدلي القيعي متحدثا رسميا باسم مجلس اداره النادي الاهلي، والمكتب التنفيذي مكونا من العمري ومرتجي والدرندلي وراني علواني ومهند مجدي، مع كامل تقديرنا واحترامنا للالقاب بتاعه الجميع. نرجع مره ثانيه للسبوره وللاختيارات. لاعب يستحق المشاركة أساسيا في الزمالك، صلاح عاشور، محمد الشامي ولا كابوري؟ احنا نسينا صلاح عاشور برضه، لعيب كويس قوي. طبعا لعيب كويس. الشامي. الشامي. صلاح عاشور أول ماتش لعبه جاب جول عالمي. تصدق قعد بعد كده ما لعبش تاني. اللي بعده. لاعب أتمنى تعاقد الزمالك معه، محمد فتحي ولا محمود متولي ولا عمر السعيد؟ هو طبعا عمر السعيد هداف.
التلاتة أحلى من بعض، فتحي ديفندر كويس، محمود متولي من أحسن لعيبة في مصر كمساكين، عمر السعيد من هدافين هداف الدوري. مهاجم فالتلاتة بعد إذنك، ده خلي السؤال ده التلاتة. التلاتة؟ التلاتة ماشي، اللي بعده. بعد إذنك. اللي بعده. حارس مصر في كأس العالم، وده آخر سؤال. حضري حضري حضري. بص كابتن مصر كأس العالم 90 مين؟ ها؟ كابتن مصر كأس العالم 90 مين؟ حضرتك. مين؟ حضرتك. مين اسمه ايه ده حضرتك؟ جمال عبد الحميد. ايوه يبقى كابتن مصر كاس العالم مين؟ واحد كبير برضه في السن زي عصام الحضري. مش همسك ايدي مثلا مع اولادي يعني، لما يبقى عصام الحضري برضه راس براس يعني، لما دول لسه قدامهم المستقبل طويل. مالهاش علاقه دي، دي ليها علاقه دي؟ الحضري 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 كنت معاه في الحج. قال لي كل الناس كلها بتسلم علينا وربيع ياسين كاس عالم، وهو واخد ثلاث بطولات افريقيا. مش حد عارفه؟ عارفينه بس برضه ده كاس عالم. قال لي هلعب كاس عالم. قلت له بص انت مهما تعمل ثلاث بطولات افريقيا، احنا كاس عالم يا ابني. يعني الناس بتسلم عليكم عشان انتوا لا دايما بيتكلموا عن كاس عالم اكتر من افريقيا. ماشي. فقال لك انا هلعب كاس عالم، قلت له يا ده انت لسه عندك 40 سنه، 39 سنه. لعب لغايه نرى، عشان كده انا بحبه جدا. بيحافظ على النعمه اللي في ايده. صحيح صحيح. عندك حق. فبحبه. عندك حق. كابتن جمال انا بشكرك شكرا جزيلا. ده اللي بشكرك. اخبار الرسائل ايه؟ كلهم بيسلموا عليك بيقولوا ايش يا كده. ربنا يخليك لينا يا كابتن جمال، ما تقربش منك. طيب سريعا وانا بختم حلقتي مع كابتن جمال عبد الحميد، خليني وانا بقول لحضراتكم كل قرارات مجلس اداره النادي الاهلي اللي خرجت بعد ما انتهى المجلس من اجتماعه. تم قبول استقالة مدير المركز الإعلامي الدكتور ياسر أيوب، تم قبول اعتذار ياسر فتحي مستشار القانوني للمجلس، تقرر صرف شهر مكافأة لكل العاملين بالنادي بحد أقصى 15000 جنيه، المجلس ممتد ليوم الاثنين لاتخاذ باقي القرارات. ده كل ما يتعلق بقرارات مجلس إدارة النادي الأهلي. حلقتنا خلصت النهارده من الحريف، أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل، بشكر الضيف اللي رافض النهارده كابتن مصر عبد الحميد، بشكرك كابتن جمال شكرا جزيلا، نشوفكم إن شاء الله بإذن الله بكرة في حلقة جديدة من الحريف. صباح على ألف خير، سلام عليكم.